أكد فريق التواصل الإلكتروني التابع للخارجية الأمريكية أن تجربة الصاروخ البالستي الجديدة التي أعلنت عنها إيران مؤخرا هي تجربة كاذبة استخدم فيها الإعلام الإيراني خدعة بصرية. وأكد الفريق الأمريكي أن الصاروخ الإيراني لم يضرب الهدف كما ادعى الإعلام الإيراني، مشيرا إلى ما تم تصويره هو تفجير موضعي وليس من خلال الصاروخ كما ادعى إعلام النظام الإيراني. وقال فريق التواصل الأمريكي أن النظام في إيران لا يكف عن سياسات الخداع ويستمر في استعراضات وصفها بالمضحكة.